الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في إعجاز وبلاغة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال الفراء في كتابه معاني القرآن: وقوله يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعني مشركي أهل مكة كانوا إذا سمعوا الرجل من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطشون به. وقوله النار وعدها الله ترفع لأنها معرفة فسرت الشر وهو نكرة، كما تقول مررت برجلين أبوك وأخوك. وبمثل هذا قال الطبري رحمه الله في تفسيره. وقال ابن عطية: أي أخبركم بشر من ذلكم، والإشارة بذلكم إلى السطو. ثم ابتدأ ينبئ كأن قائلا قال له: وما هو؟ قال: النار، أي نار جهنم. قال الزجاج والنحاس بأن النار رفعت على تقدير هو النار أو هي النار، وكذا قال محي الدين درويش في كتابه، وأضاف بأنها تحتمل أن تكون مبتدأ والخبر الجملة بعدها، وأنها لا محل لها من الإعراب، وكذا قال السمين الحلبي في الدر في كتابه الدر المصول. ولكني أرجح أن تكون الجملة في محل جر بدل من كلمة شر. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.